يمكن هو مش لعيب كرة ولكن هو معشوق الجماهير، مستر مانويل جوزيه عبر سكايب من البرتغال. مستر مانويل، بنرحب بيك على قناة النادي الأهلي. مستر مانويل، النهارده احتفالية رائعة، شايف ازاي مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك النهارده؟ مش مهم، المهم هو منه يسمع ويسمع مترجم. ديربي 120 سنة؟ سي اون سيكل نو؟ رقم 120 يعني بقى لهم قرن تقريبا من مباريات الديربي. استو مايور ديربي دي افريكا؟ هو أكبر ديربي في أفريقيا. هو المباراة فيها حمل ذهني وفي كبير جدا. تصنيف الفرقتين في الماتشات دي تقريبا مش محتاج اتكلم عنه. الزمالك والهلال 15 نقطة، النادي الأهلي متقدم عن الزمالك ب 18 نقطة، لكن الماتشات دي عامة بتكون فيها منافسة بين الغريمين التقليديين، لأن في تاريخ بينهم بين مباريات الديربي بيخلي المباراة دي مباراة مميزة جدا. وإنما يكون في حمل ذهني والرضا عن الفرقتين انها على الفوز بالمباراه دي بتصعب الامور ليهم. فدايما المباراه دي ما حدش يعرف مين اللي هيكسب فيها. مش نوكا فافوريت، ما فيش حد مفضل للفوز في المرشح اكتر للفوز في المباراه دي. انما الاهلي عنده هدوء اكتر من نادي الزمالك بسبب وضعه في الدوري، بسبب اختلاف النقاط بينهم في المراكز. ونادي الاهلي خلاص تقريبا هو البطل الدوري، فعنده هدوء اكتر، عنده ثقه اكتر، والمعنويات مرتفعه اكتر بكتير. نادي الزمالك اللعيبه هيعملوا كل حاجه في الملعب عشان يحاولوا يكسبوا المباراه. فاتمنى اهم حاجه يكون في مباراه جيده، يكون في شو كبير. وحاجة تزعل دايما اللعب من غير جماهير، وخصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي بين الوباء بيمنع الجماهير انها تملى الملاعب. فالجماهير ليها تأثير كبير أكيد على السلوك الذهني للاعبين ومجريات المباراة. فتشجيع الجماهير بيحفزهم أكتر، وحتى لو في حالة هزيمة أي فرق برضو الجماهير بتعبر عن مشاعرها بطريقة حضارية وبتساعد برضو، بتدي مشاعر للمباراة. فالنهاردة المباراة أتمنى تعكس كبر حجم الفرقتين. هل غيابات النهاردة ممكن تأثر على صفوف النادي الأهلي وأدائه النهاردة؟ tem por lesão. غيابات بسبب الإصابات أو الاختيار فني للمدرب أو الإيقاف. إصابات، معظمها إصابات. estes jogos é que demonstram o carácter competitivo
المباريات ديت هي المباريات اللي بتظهر الشخصية التنافسية اللي عند اللاعبين والشخصية الكروية اللي عند اللاعبين. أيا كان اللعيب الموجود لازم يكون لعيب قوي ذهنيا، بيحب المباريات ديت اللي كل ما تكون أصعب كل ما المباريات بينمو فيها أكتر وبيظهر مهمية المباراة بالنسبة له أكتر. أنا شفت اللاعبين الأهلي في ماتشهم من أول مع في أسوان، وشفت في المباريات التالية ليها، أنا شفت اللاعبين مستواهم عالي. المباراة عامة للاعبين اللي مستواهم عالي زي دول اللي بيحبوا اللعب واللي بيحبوا التحدي اللي بيكسبوا الصورة أكبر من خلال لعبهم فيها، هم دول اللاعبين اللي عايزين يعملوا حياة مهنية كبيرة في الحياة الكروية اللي بيتحملوا الحمل الذهني اللي في المباراة، والمباراة اللي مصر كلها مستنياها، أفريقيا كلها مستنياها، مستنية الديربي ده. فالمباراة دي الأحسن، اللاعب الأحسن والفريق الأحسن هو اللي هيظهر بصورة أكبر بكتير بلاعبينه. يمكن كنت بتقول إيه اللاعب الأهلي قبل لقاء القمة، خصوصا إن أنت يمكن خدت 23 مباراة قمة بين الأهلي والزمالك. O que é que eu dizia aos jogadores? Sim. Dizia-lhe precisamente isso que eu acabei de dizer. Quando eu falei para os jogadores, o que eu acabei de dizer? Dizia a cada um deles, então tu eres jogador do Al-Ahli. Eres jogador de seleção. Vais ter medo de jogar este jogo? Vais ter medo de jogar este jogo? Vais ter medo de jogar este jogo? Às vezes confrontavas um a um. كنت بيبقى في انفرادات ساعات واحد ضد واحد وفي مواقف بتبين اللعيب القوي، هي دي الماتشات الكبيره اللي بتلعب بين اللعيب القوي مش ماتشات الفرق الصغيره. الماتشات الكبيره دي هي اللي بتبين فعلا انك لعيب تستحق تكون لعيب الاهلي وتكون لعيب المنتخب، وعلى اساس فكر اللعب بتاعنا وعلى اساس الاستراتيجيه بتاعتنا في اللعب والفلسفه التنافسيه اللي عندنا واسلوب اللعب والكواليتي بتاعت اللعب بتاعتنا، لازم دايما نظهر كلنا نظهر الفلسفه دي. في الماتشات الكبيره اللاعبين لازم يظهروا اقوى ما عندهم، ما ينفعش يرتبكوا، لان لو حصل اي ارتباك هيبقى في لعب سيء من ناحيه الفرديه ومن ناحيه الجماعيه، انما احنا لازم دايما ما يكونش عندنا خوف ولا اي ارتباك في المباريات اللي زي ديت اللي فيها تحدي كبير. اي تردد اول ما بندخل الملعب بنسيب كل حاجه ورانا، ان كل الامور هتمشي كويس، لان احنا بنلعب على مستوى الاحتياج الفريق ومستوى المسؤوليه في الماتش. سواء لو عدنا في بعض اللحظات بمستوى اقل شويه عمرنا ما نخاف وعمرنا ما نرتبك من الفريق المنافس، وان احنا نخاف من عدم الفوز. بنبتدي في المباراه بالتفكير دوت وبنركز في المباراه ونشوف المفروض نعمله ايه، والامور بتمشي كويس بعديها بصوره طبيعيه. هو دي المحاضره اللي بديها لهم قبل المباراه. مش ممكن تكون معانا طبعا وما نتكلمش عن مباراه 6-1. يمكن لو رجعنا بالذاكره لورا نلاقي ان كل الناس كانت فرحانه ان احنا كسبانين 6-1، ولكن مستر مانويل جوزيه طالع زعلان بعد المباراه. كنت عايز تكسب ايه؟ 10؟ لا ده مش صح. انا كنت متضايق بس لان ابراهيم سعيد لما جبنا الجون الرابع او الخامس راح على دكه نادي الزمالك يهزر معاهم او يمزح من النتيجه بتاعتهم يسخر منهم، لكن انا ما عجبنيش الوضع دوت. قلت احنا كان ممكن نكسب بفرق اهداف اكبر، لكن في كل المرات اللي لعبنا ضد الزمالك عمري ما قلت اي كلمه ضد اي فريق بتاعهم، دايما كنت بديهم قدرهم في بدي قدرهم في سلوكهم وادائهم وسلوك مدربينهم.
E, portanto, eu não fiquei aborrecido. Estava aborrecido com o Ibrahim Saïd. فأنا اتضايقت بس من إبراهيم سعيد لسلوكه لأنه ما احترمش الفريق المنافس ولا فريقنا ولا 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 أنا كمدرب، فعشان كده اتضايقت. غير كده لا، أنا كنت سعيد جدا لأقصى درجة، لأن في الدور الأول كنا خسرانين 2-1، وكان كان ممكن يبقى في أهداف أكتر تيجي فينا. لكن أنا قبل المباراة 6-1، كان يوم ثلاث قبل 6 أيام قبل المباراة، كنت سألت كل واحد في أوضة اللبس إذا كان خايف يلعب المباراة قدام الزمالك، وسألت كمان في ليلة المباراة قبل الذهاب إلى الملعب إذا كان حد خايف يلعب المباراة دي. والتحفز الذهني اللي اديتهم اللعيبه والنفسي هو ده اللي ساعدهم ان يدخلوا بثقه ويكسبوا النتيجه ديت، وان يكسب 6-1 اكبر غريم ليه في مصر. المباراه ديت بقت في تاريخ لغايه النهارده، ما فيش في مباراه ديربي حصلت فيها النتيجه ديت. حتى في البرتغال ضد بنفيكا ديربي كمان كان 7-1 مع سبورتينج، وسبورتينج وبنفيكا، والمباراه ديت كمان فضلت في التاريخ 7-1. مستر مارويل، بنشكرك جدا، واكيد هنتكلم مع بعد المباراه ونعرف رؤيتك الفنيه للقاء. كابتن علاء ميهوب، رؤيتك للمباراه النهارده والشوط الاول ممكن يطلع بنتيجه كام كام؟